تم استئناف الجولات التواصلية الماراثونية في موضوع التواصل السلالي، وفعلا كانت مناسبة لزيارة جهات ترعى تفلات بدءا بمنطقة مراكش حول موضوع استمرار التواصل وتعبئات السلاليات والسلالي، وفي مقدمتهم السيدات النائبات والسادة. غرضنا أكيد جديد التواصل واستمرار التعبئة والتحسيس، وكذلك متابعة تنزيل القوانين الجديدة الخاصة بورش الجماعات السلالية، وفي مقدمتها بالطبع مرسوم جوج 19973 لإطار نقاش كذلك، خاصة نقطة مفهوم الإقامة. واللي الحمد لله من خلال تواصلنا مع مجموعة الجماعات السلالية يعني يبدو أن بعض الجماعات السلالية أصبح مفهوم الإقامة متجاوزا لديها، وهنا نحيي الحياد الإيجابي لمجموعة من السلطات المحلية والإقليمية واللي فعلا كتحمل الهيئات النيابية لاتخاذ المواقف الصحيحة في هذا الموضوع، ألا وهي تحيين دون إقصاء أي سلالة أو سلالية داخل المغرب وخارج المغرب. وكما كنقول دائما في مقدمة السلاليات والسلاليين جاليتنا المغربية اللي كتحظى باهتمام كبير من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عليه. قلت في عدة مناسبات وعدة لقاءات تواصلية أن مفهوم الإقامة الوارد في المرسوم لا يعني الإقصاء، وهذا ونكرر وكانت مناسبة، وهذا الشيء اللي مشى له السيد رئيس الحكومة السابق في جوابه على عريضة السلاليات والسلاليين. وكما قلت لك من خلال تواصلنا مع مجموعة من الجهات الحمد لله كنحسوا بأنه الآن راه كاين تطبيق سليم لهذا المفهوم الإقامة، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش أنه هنا مازال بعض الإشكالات على مستوى بعض الجماعات، وحنا كنحاولوا نتعبوا في صفوف الجماعات السلالية باش نحاولوا فعلا الكل يستفيد، تكون العدالة الاستفادة ديال جميع السلاليات والسلاليين في مختلف جهات المملكة. كما قلت في مقدمتها جاليتنا الدولة تحملت المسؤولية وانخرطت، وهذا هو، وتذكر المسألة ديال الاستثمار في هذه القوانين الجديدة، إلا أنه كان تخوف أن هذا الاستثمار غادي يمشي كما كنقولوا بالدارجة غير أصحاب الشكارة وأصحاب الفلوس، إلا أنه الحمد لله هناك تجارب، هناك جماعة سلالية لتقدموا السلاليات والسلاليين بملفات في الموضوع وراها غادية. والآن الوزارة الداخلية سردت مذكرة كتعبأ سيدات النائبات والنواب لتحسيس السلاليات والسلاليين للانخراط في إنجاز تعاونيات للاستثمار الجماعي في هذا الموضوع، وهذا هو اللي حتى هو كنحاولوا نسهروا عليه ونحاولوا نديروا نعطوه من بين الأولويات، أننا خصنا ندوزوا الاستثمار والاستغلال الأفيد لفائدة عقاراتنا اللي كتوصل أزيد من 15 مليون هكتار، وغادي يستفد منها كذلك أزيد من 10 ديال مليون نسمة من السلاليات والسلاليين. فإذن علينا جميعا كنواب، دائما كنأكد على النواب والسلاليات والنائبات، أننا نتحملوا المسؤولية في هذا الموضوع لإنجاح هذا الورش الوطني الكبير، ورش ملكي بامتياز.